Bella, ouais, l'olive. Zo, kom weer. Anna, zo, je moest weer op Amerika. Zamrani, normaal. Bij Amerika. Oké, baastelijke lia, Anna, baastelijke lia. Hij ben een partij. Oké. Puis on partage. Ah? Andiana? Villa. يا حبيبي مزمر علي اوه انا حال لايف ونسي باش نحل الميكرو نتاعي. عسلامة الوليد. مالا فيه ادي نسيت تحسو صبري معنا نسيت نساوش كونسنتري على الاخر معنا هال 50 احكي نسي باش نحل الميكرو نتاعي. عسلامة هاني انا نقول نقرا في اللعبين بيهم عبيد يقولوا وين صبري هذا شنو الطفاك هاني لنا ام لايك ان انا ما ايمج غير بس كامل ولاد حتى لين يجي خويا باش نجم نحل كام عندي ذبانة تمشي في شعري وقته بالله يطول قد ايه تفرج لحظة برك 22 انت ما بارتاجيت انا حطيت كام تاعك ولا هاي سي يس بون بي هاي بي شبيه خويا الكاميرا انا ما خاطر ما عنديش ويب كام دونك نستعمل الفازة باش نحل بالتليفون عندي كعبة اس 5 نتاع امي وما خطفتليش في البي سي دونك لازمني نستنى او تليفوني انا معدوم دونك لازمني نستعمل تليفون خويا وخويا مش في الدار دونك انا كلمته باش يجي تويكا باش نجم نحل كام يا صبري وي فرير يا فرير عايش خويا فري اما خاطر مريق اب شنو نوريكم استنى بالله دقيق ام باش نوريكم عرض الحاجات استنى هكاك تفهم علي مش قاعد نحكي استنى بعث لي فيسبوك ولا شامل دي ليه حتى في له الله في الله ها حال من تشات من هنا الواحد نتاع اللايف هنا التيس هنا الوحدة ومن هنا الفيسبوك لايك اوكي انا مبارتاجي اون بلوس مسين حاجة يا معلم ومود مستر روبوت نبيراتي في اليوتيوب باهي الولاد داي برا نعملو كيو ان اي باه حتى لين تجي الكاميرا باش نبداو نحكيو في النيوز يلا هاي كيستيونات ليلي وصبري جو دو دو دورو دو دورو دورم صبري شو اسمك؟ ليه عاد كيستيوني تردير يا سيدي على صبري شو اسمك؟ 5 دولارات 8 دولارات estimated monthly مش ياسر في تونس ياسر بالحق مش نحس حاجة من سوشيال بليد احكي هيك تلعبوش فيفا ليه علشانك مش انت لا هذه ولا لا شاني انا I don't know يعني منثلي نعمل 3 دولار بالله من بي 4 جي تي اكس دولار 750 تي اي مازلت شد روحها ما مش برشا كلي نجم تعطي سليك يب في اي وقت وقتاش حليت الشين بتاعك انا اول شين عملتها في حياتي عندي 5 سنين اسمها جي تي في وبعد قبل ب4 سنين معناتها بعد بعام من هذوما دخلت مع تيليزين جيمرز ومن وقتها ما زلت معه
شقالك في i5 6500 ستيكس 1060 و 8 جيجا دو رام و اس اس دي 240 جيجا انتل اس اس دي الاس اس دي انتل مش خير. استنى اس اس دي انتل كل بي سي اي اكسبريس ولا ساتا؟ فما ساتا نو مش غالطين. عندها زوز، اي عندها البي سي اي اكسبريس وعندها الام في ام اي وعندها الساتا، دونك لازمك امريكي تحدد. جي تي اكس 960 بها من جيجا بايت، ما نصحكش تاخذ جيجا بايت، تلقى من اي براند اخرى خذ جيجا بايت. مي 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 جي تي اكس 1060 سافا وتنجم تشد روحها بالباهي ورخيصه. فما دو موديلات زاد، فما واحده ارخص شويه من الاخرى اللي هي 3 جيجا والاخرى نتاع 6 جيجا. انتوما شنو تحب؟ باهي بلاك هات ستوديو اوكي. تاع في فيديو تاع الفلوس ولا كيف هي؟ يسأل كان على الفلوس. 100 دينار اش نجمو ياخذوا لي سوري وكلافي وزو سي بوسيبل؟ كي صدقني ربي فما كل باك كل ريماستر ولا الديفاستيتور هذاك شنو يقول لي قال لك ب 100 وروش نجم ياخذ سوري وكلافي. سوري وكلافي ينجم ياخو حتى كل دي ثادر ريزر ولا المامبا و سوري وريزر سوري وكلافي سون 100 دينار ولا 100 يورو؟ 100 دينار في زوز معناها سوري وكلافي. صار انت قلت يورو خاطرك. ليه ليه غلط؟ دينار دينار. دينار دينار. عندك حتى حل، لازمك ام سي دي اس بي ام بتاع 39000 سوري وكلافي تزيد تلمد شويه وتاخذ دي اس 4100. وفماك الباك معناش ما فماش سامحني الباك تاع كولر ماستر ريتو انا ايه، سموها حتى كان فما يعمل 160 في بالي ولا وات 170000 ولا 30 يورو مش عربي بالرسمي تحكي 160 اقسم بالله 170 وات ذا فاك نو واي. هن ب 29 وروك صدقني ربي. استنى استنى بهمت وات ذا فاك. استنى ليه استنى ديفاستيتر خلنا نطل هاك ب 30 يورو جديدة زيد الديفاستيتر كلافيك اهو. كلافيك اهو فما اي فما لي ميسي دي اس 4100 شو كولر ماستر ستورم ديفاستيتور 2 ب 40 يورو جديد هذا ولا اي جديد؟ عندها موديلات هكا الماستر كي، ماستر كي ال لايت حاجه هكا، ماستر كي لايت، ماستر كي لايت ب 60 يورو في بالي، باك سوري وكلافي. ترى نشوفه ماستر كي لايت كلافي كلافي وسوريا 60 يورو. يب جي عليهم حكي هذو. استنى دقيقة ريت لامبورغيني في ايطاليا، لامبورغيني ايطاليانا بيان سور راهم في ايطاليا يا راك لامبورغيني والفيراري والمازيراتي كل شيء متوفر غادي يا معلم. باه بلاي سوري دي اس 300 تحفونا اسهل احمد هو دي اس عم ميسي عم هاي دلولة بالباهي دي اس 300. اما انا من المستحسن ما نقارنش بين موديل وموديل نتاع مي سي، اما جو بريفير لي مي سي دي اس 200 خاطر باهي نعرفش التمليل يدي اكثر. كيفيه؟ انا نحب السوري اللي تبدا معناها كي ترمي يدك كامله تبدا سبورتد، معناها حتى الصوابع نتاعك الصغار بالم يبداو جريب معناها تحب سبورتد. السوري من الاخر فوالا اي بالم جريب اكثر من الكلو، هي ديجا حتى الدي اس 300 بالم جريب راهي ذي ما تنجمش راك ما تنجمش آه؟ تفرك لوك ذي قال لي عندي اي 5 4460 اس مع انتر ستوك كولر النجم نوفر كلوكي اب تو 3.4 جيجا هرتز من غير ما نبدل كولر، ما تنجمش تفرك كلوكي من اصله مش انلوكت خاطر لوكت السي بي يو ما تنجمش تفرك كلوكي وال 3.4 خاطر هذه ديما يصيروها كي يقولوا لي نجم نوفر كلوكي يقولوا ديما 3.4 جيجا هرتز مع عباره هذاك هو اللي انت ماكسيموم تنجم تفرك كلوكي
3.4 جيجا هرتز يظهر لي ياك صدقني ربي الاوتو اوفر كلوك نتاع البروسيسورات الانتر، ما يقول لك 3 جيجا هرتز اب تو 3.4 ولا حاجه كيك. باه ميوتي واحمد هو نوز اني واي. باه باه ميوتيتك في اللايف، راه ميوتيتك في اللايف نسمع فيش فم مدري شنو. باهي هاك رجعت. تاليان ريسيست. احسن كلافي سون 100 دينار واحسن كاسك في زون 150 دينار. احسن كاسك في زون 100 والله ما نعرفهمش سويم تونس، لازم نعمل دل طله ودوره في يا ودي. احنا مشكلتنا في تونس ما عندناش الشواء، ما تنجمش تختار، دونك ما نجموش ننصحو. فما حاجات نجم ننصحكم بيهم البرة، اما في تونس ما نجمش ننصحكم بيهم خاطر ما فماش منهم. كيما مثلا هايبر اكس كلاود كور ننصح بيه برشا، اما ماهوش موجود في تونس. هاني كملتها صاحبي. بليز جيف مي تشيب سيت بي سي جيمر. وات شنو الشيب سيت؟ ما فهمتش شنو حاب يقصد. حتى انا فسرنا شنو حبيت تقصد، باش استعملت كلمة غالطة ولا حاجة. حاجة صفرة وختيرة فلوس شدد مكحل. اوكي اوكي. بليز البي سي تهلك ولا 32 بيت كيف نجم نرجعو فورماتي فورماتي وحط 64 بيت لوجيتك جي 230 خايبة بالله. انتم تو تحكيو بالكورس والا سكايب تي اس تي اس سيبيريا في 3 بريزم تنصحني بها؟ ترى نعمل عليها طال. لا سيبيريا بعد اليوم انا ما يعجبونيش. ستيل سيريز سيبيريا في 3 بريزم جيمنج هيدسيت منظره مش خايب، اما بيرفورمانس ما نعرفوش. يا صبري جيجا بايت سافا قاعدة تحسن في الماتريال بالباهرة، معناها ما عادش محكورة برشا، قاعدة تصلح وتركح في أمورها. أي قاعدة مازلت ما صلحتش شو تصلح في أمورها. حكيت أمور. على جيجا بايت هو قال لي جيجا بايت 960، قلت له أنا مستحسن صايب عليك جيجا بايت وشوف حاجة تمشي عليها في السير. كلامك صحيح، أما حتى جيجا بايت قاعدة تحسن، أما أي. ديما بعيدة على ام اس بعيدة على الآخرين، كل اللي تزيد نعرفش أنا غدا 500 دينار تاخد حاجة مخيرة كاو. فوالا دي 502 باهية بالله. امشي عندي أول ريفيو نتاع ام اس سي خدمته في حياتي على دي 502 برا شوفه هكا تلقاه في الشام. وقتها ينوب عليك ربي بكام يا كلم جير بيست يبعثولك شو الحكاية ذي يا أخي توا. لا باش نقول لهم يبعثوا لي تليفون هالمرة. وات ذا فاك؟ والله علي خاطر تليفوني فسد. انا باش تجيني حقة باش يبعثوا لي كلافيه ميكانيك ب 70 دولار. قلت لي قلت لهم ابعث وين نحب نشوف وات ذا فاك از ذات. احسن ميكانيكال كيبورد وذ نو كليكي ساوند ام اكس سويتشز سويتش كلر. بالرسمي يا احمد بدل النمر نتاع هاردوير بروس حط دو مش سي فري ولا بالحق ما بهمني. كان اي او اس 900 دي ولا 80 دي بعض على بعضهم برشا هذوم. يا امير البلاك هو اللي ما يعملش حس، اما هو رزين برشا الكليك نتاعو. سينو فما البراون كيما اللي عندي اما يعمل حس. هاو تو جيت سبونسرد باي جير بيست؟ جير بيست اللي كونتاكتيتنا مش احنا معناه. ايه بعثت لنا ايميل قلت لنا هاي اني ساكت واتساب شبيك بعثوا لكش انت؟ لا لا مالها شنو؟ هكا فاضيين شغل تعداو بر وات ذا فاك. اوكي ما فهمتكش كانك تحكي عليا ولا تجيو في عبيد ولا فهمتش. لا لا عليك انت تحكي بجدك معناها قربيز والله. استنى استنى دقيقة برك باش نحل ايميل نحاول نكوفري كل شيء. خلي بعد خلي بعد دقيقة بون هي بعثت كتيبة بالعربي وواحدة باللونجلي مكسرة.
والله الكاميرا الاولاد في بالكم، لان انا بالتليفون دونك توي كتليفون مش عندي حتى لين يجي خويا، دونك اون برانسيب درجين اخرين ماكسيموم. بس نحاول نكوفري الفاكينج ستاف. رايك في الكانون ايوس اي تي دي؟ ابعد عليها في بلاصه تاخذ الاي 6300 نتاع سوني، وجوك احلى جو. سوني هاي فيها شو اقوى تفرج اوتوفوكيوس. هاي وين في استنى اللايف في اللايف يتوري في الايميل نتاعك في اللايف ينتك. لا قلت لك كوفريت الحاجات معناها فما كان كتيبة يا بيه اقرا بالعربي. حتى يوصل لي انا ما انا من برتاح. الاول سخيل تحكيه فيك متاع سبام بعد نطلع نلقى 1 مليون لايكس على الباج. ترش كتبولو. تقرا فيها اي انجلي انا فاهم. مكسر ودرشني قلت لي باز حكيه فيه يا ريتها. اي هذا بصحتك، انا مشيت لهم انا قالوا لي ده. this is نورا ولا درشني اسمه تونيزيان جيمرز ارتويتيان. شوف الروم اللي تحتكم شكون موجود فيها. ياب صعب يخلينا على الرواح. رد بالك تطلع لابس التريكو الاخضر. لا اليوم جوي احلى جو، لابس تريكو روز اليوم. تريكو روز ما من غير ما تحط كامس. شنو هي تريكو روز؟ روز بونبون. اوه يا 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 على الستيل روز بونبون. بونبون. به نرجع لك الكيستيونات. بليكويدو اكس كروما ولا كورسير كاس 70 رابيد فاير؟ كاس 70 رابيد كاس فاير 70 يا اخي تخمم فيها. ما ما لا احكي. ملا حكايه يا معلم يا احمد. شنو الفرق ما بين ريموت مكي والباري بريز نتاعها مادي؟ فماش فرق. فهم شيء ورايا والطفل بلي اللي نتبع في كلامكم. تريزن جيمرز ما فهمش كولاب. لا لا ما غير كولابات. الفيديو الاخرين يتحفون. ثانك يو. اولا اف 2012 وايرد ارخص كيبورد في جير بيست ميكانيكال ب 36 دولار. هذاك اش نحب نعرف انا إيه. قلت لهم ابعثوا لي مكتوبه ميكانيكال اما ايزي تو فاكي ريل ميكانيكال كيبورد اي ب 70 ميكانيكال. دولار اما هما السويتشز ما هم شيري وما هم شكل كيما بتاع ريزر. ريت ريزر تي معناها سويتشز شنو اوفر براي. اي شو سويتشز شنو بلا. اما هو ميكانيكال بالحق ميكانيكال. بلعب هامتش الحكاية متاع كان هكا نقول لعبت كل برا شريو انا حاب نتستيها قبل الفازات. فهمتك يا اخي. باهي نيكون كول بيكس ال 840 في 500 يورو هما تيجيبوا لك كانون 700 دي 840 هذا في بيك. هاي يا اخي بالليل لايف باهي اش بيعطيني احمر لنا 300 كيلو بار سيكوند يا اخي وات ذا فاك. لا جو مريقل اللايف. استنى نديكونيكتي شوية بطاطا. هاردويرتين احسن ستيل، احسن ستيل تنجن يوتيوب. قل له ثانك يو. شنو قال؟ قال لك عندك احسن ستيل از تنجن يوتيوبر. ثانك يو ثانك يو برو. ما خير ام اس سي جي تي اكس 960 4 جيجا بايتس اور ايسوس. كام حبست بالرسمي تحكي واتمنيك. لا لا ما حبستش. اتش بي بافيلونز 550 191 ان اف فيرسوس بيرسي بورتابل اتش بي بافيلون جيمنج اي 15 ا كا 000 ان كا ا كا 47. عيط بسام خلي يجاوب. هاي هذه خدمة بسام خاطينا احنا. بي اس 4 برو ولا بي اس 4 سليم ولا سليم اون فول اتش دي تي في؟ نجم يكون افونتاج صغير للبي اس 4 برو، تولي تلعب يا جيل كل 60 اف بي اس الفول اتش دي، اما مش حكايه كبيره.
جي تي 710 دو جي، واش قال لك فيها؟ عند ريكاردو هذايا باز، راكم تعرفوه العباد الكل. ريكاردو عنده منها 710، كانت عنده 210، بعد اللي عنده 710 معاها كل بروسيسورات القدم، كل كيو سي 1000 درا شنيا وتفاك. يخلط يلعب بالكوبس دو فازيت هذوك ما غير بروبليمات. اما حدك غادي معناها ما تجيش تخمم باش تلعب حاجة ما أقوى، حدكش ماكسيموم نيفو بليكوبس دو الجو هذا كمان. تطير بيها العين وبرا، عندك شي جي بي يو؟ عندي، مش كيفي انا ما غير جي بي يو في البي سي. هاردوير احسن بي سي في السوم وفي البيرفورمانس، هذه السوربريز نتاع سهريه اليوم. فوالا كان تبعونا حتكش الاخر. محضر لكم كونفليك تحت المليون. بربي يا صبري اكتب بابين بي 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 اي بي. اي هاف ا بين، اي هاف ا احمد. اسكت. بين باين احمد، احمد بين، احمد بين. بيه حتى تجي الكام وشد روحك. اش بشي شو بعثوا لك هو ما تبجدك تحكي؟ شو بعثوا لك تليفون استعملوا كويب كام؟ هذاك حدك معنا. اي بالضبط. ام اس سي اور ازيوس، ام اس سي اور ازيوس جي تي اكس 960 ازيوس. صح عليك بيه، تو ما دامني ما غير كام مش باش نعمل هاد الشيء. اي ديفند ماي تريتوار. صح ازيوس. انت شوف راح تقول له ام اس سي، قول له اللي تحب. نقول له ام اس سي باهي. لوجيتيك جي 502 بروتيوس سبيكتروم باهي، اقوى سوري تنجم تشريها بالنسبه لي. بين كول اوف ديوتي انفينيتي وورفير ديلوكس والليجاسي، والله ما نعرف نتنيش تبع فيها الجمله. الكولوف والله حتى انا جبت روحي من الكولوف. الكولوف قلت لها برا السبيس على روحك، ما منيش جاي معاكم، ريجلوا اموركم انا ربي معكم. برا ديسكوفر ذا سبيس وحدكم. تيزي جيمرز اند انترتين، دو يو بلاي فيديو جيمز؟ اف يس واي دونت يو ميك جيم بلايز؟ خاطر انا ما نعرفش نعمل كومنتري نتاع جيم بلاي معناها هذاك عليه. انا نعرف، اما تويك ام برودكت ريفيور. باب 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 شيء بعيد على بعض. اما تعرف والله نخمم نعمل جيم بلاي فيفا، خاطر الايامات نحب نلعب شويه فيفا. اوكي مكي زاد يستريمي في ذا جيرني في بالي قبيله، كان يستريمي في الفيفا يضل. اي صبري دو يو بلاي فيفا؟ ناين ناين، ما يحملش حاجه اسمها كوره. صبري رايكم في جي تي اكس 1050 حتى تهبط وبعد تنعطيك راي؟ ريومرز وكل ما نجمش نعطي عليهم راي، اما بروبابلمون باش تجي مزيانه برشا. اش تلعبوا الاولاد؟ انا نلعب برانسيبالمون فيفا والبقيه لي جو دافونتور وشويه اف بي اس. وصبري في بالي كل بلاك اوبس 3 وشويه اف بي اس وكو. يا احمد وقتي سيري يربح الكابو. حتى نركح شويه والامور السيتاب يركح بالبي وكل تون تلعبها. صبري صبري وي اسمع، قالك اي هاف احمد، اي هاف صبري. اكل هاردوير براوس. قوية منك انا مبان، عجبتني. به صبري وقت تشري بي اس 4؟ مانيش باش نشري بي اس 4، بطلت باللي جاي في ثنية. مانيش تشري بي اس 4. صبري شنو الهيدسيت اللي لابسه تو؟ هايبر اكس كلاود كور. هايبر اكس كلاود كور او خويا جا انا الكهرباء جات. اي عملنا لي ريفيو في بوث اوف تي. بشي سبك تبش تقول اعطيه تليفون؟ لا والله باش ناخذه. مش تعارك معاه؟ لا ما تعاركش معاه. هاي بي بي. اما خير كاسك صبري ولا متاع احمد؟ تاعي اونيت مول هايبر اكس كلاود خير. به صبري بيس كات برو ولا بيس كات سليم؟ مانيش تبع فيهم كونسول زين، شنو الفرق بين برو وسليم؟ في بالي جاوبته انا هذا.
البي اس 4 برو لل 4K يا صبري، والسليم جيست بي اس 4 مالا عادية اذا كان ما صبر عندكش روح. مونيتور ولا تلفزه 4K حكيتها في رقع على الاخر برو ماني. اي فوالا، اما تنجم يكون عندها افونتاج صغير في الفول اتش دي. يا كابو تلعب لي طرح بيو 3 ام في ان على البي اس 4؟ تفسخت لي بيو 3، ما عادش نلعبها. لا نوكتيس 450 وايت بيعيه، انا منظره ما عجبنيش برشا. نوكتيس 450 انا برشا عندي نوكتيس ما عجبنيش. 450 كل واحد وذوقه. اما انا ما اخترتهاش، راه جاتني سوربريز. كان خيروني ناخذ هاش انزيدكس تي 440. اس 340، هاش 440 ولا اس 340، سورتو كي جديده الاليت بالتيمبرد جلاس يا معلم. وكان خيروني معناها نزيد نختار ناخذ فانتكس ايفولف. احمد ولا صبري، عندي بي سي كان قبل يخدم عادي، تا وليت نحل جو يتسكر وحده فمش حل. شوف نعرفش الاكتريه في البروتوتيفات السخانه، اي سخانة سخانة فوالا. الباتري. جرب لا لا العب، لا جرب سخانة، العب وهو في الشارج، معلش خاطر هو قال لك هو يحل الجو وهو يتسكر يسكت، وحده. مالك يا عم، معناها سي بي يو وجي بي يو يسخنوا، دونك البي سي اوتوماتيكمون يسكت. اكس اف اكس عندي بس سنين ما مش اسمع عليها شيء، مش نتبع فيها. نعرفك ان كنت تبع فيها الباور سبلايز، اما كنت كارت جرافيك فازت ايه لي. التليفون جا يجون احلى جو، برا نحاولوا سكايب استنى بالله. يسباميو في خويا، يقولوا له جيب نسمع الكام. فيه. هاي باه وين درويد كام ولا هاي باه. راه جرب اوكي ونقعد هنا على الصوت، اوكي ها كيك نجم ميوتيو نام فازيت. باه اوكي ابل بان ابل بان هاي جونا احلى جو. صبري، بقداش تبيع البي سي متاعك؟ نبيعه بمليون تونسي. استنى لحظة، مانيش نبيعه. كابو احسن جيم كابتشر اون بادجت. كابو، كابو مات، توك يجي يجاوبكم. بيشا، بيشا صبري هاي بلا سكايب. حل اطلب. هاي دقيقة مش تستريم. شنو هي بروجرام او بي اس؟ ده او بي اس اند صبري سكيلز. صبري صبري لاس فيغاس فوالا. بيست هيت ست في هاي معلم الماركت. ما فيك. اها ترى عاود اطلبني انت كلمة اللي فاتت هذه الكام ما تمشيش. ترى Can you please reply؟ ماني شرفيك. اني لا ماني شرفيك. ايش فيها تسكر واحد هزه. سكر ميكروك في التي في سكايب. لا عندك الدبل شيت. هاي سي بون هكا. لا لا تحل، تسكر واحد. استنى سكر سكايب ونعاود نحل. اوكي جو فور ات، جو فور ات ماي فرويد. استنى لحظة سكايب جو ده صدري. اوكي اطلب. اي ترا 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 ده دقيقة برك. شوف شوف فيها يا لا عمر كفرتني الساعة. طيب طيب رسمك رسمك ولا لا حبت. سكر سكر. ليه سكر الميكرو متاعك؟ انا اسمعك 50 مرة. ب ايش انا احكيو سكايب وبرا ايش ليه ليه هني نجي ميوتي ونعم فازيتو خير فرير عشو ما سكايب يطيح عش الصوت خويا انت صايب تيس وكلاته بعضها. How to be pro on OBS skills.
بس كاميرا مع اوبجيكتيف فور فيديوز اكثر احكيها 2000 دينار يا صبري. دي 3100 دي 3200 نيكون هذوك الأكثرية لازم نسكر بي سي هذا نحلوها. يس باهي هي دقيقة راني جاي. بنوي عكاري User disconnected from your channel. ميت ما عليك تحكر العباد صح يكلوا مكلين بعضهم وحدهم. بي اف ان ولا كود انفينيتي وور انفينيتي وور في قلت انفينيتي وور انفينيتي وور فير بي اف ان باي ذا واي انا توا عندي شين احمد احمد مش لنا كان دو ذا فاك اي وونت اني واي باتلفيلد ان فور شور صبري شبيك ما جاوبتش على حتى مساج نتاعي في الشات والله معناها هاك ترى المساجات اتفاق يا صبري ويا احمد علاش ما تحطوش اللايف ديما نهار السبت خاطر صبحين نقراو نخدم يعني نهار السبت دونك ما نجمش نروح ما ساعتين ما ثلاثة نتاع الليل اش قولك في ستريمر اللي هو يستريمي ودخلت عليه امه توبلس شكون هذا تونسي فكرتني في جاك سبتيكاي في فلوج سبوتس هاي اي توك ذا شانل اوف احمد واتس اوكي بوم بس دان مانا اتس سو سكي بوبس 7 تفاك الولاد بالله عندي بروبليم شبيني كي نحل جي تي اي 5 اونلاين نقعد 40 دقيقه وتسكر لي الجو اي دون نو كراكي مش كراكي نعرفش شنو احسن بي سي نجم نشتري ب 1500 دينار نقول لكم من بعد ما يظهر احنا من بعد عندنا بيلت نتاع اقل من 1000 الباك ديفاستيتر اللي ب 99 دينار على اس بي اس باك ديفاستيتر ب 99 دينار على الاس بي اس يا هوبي اي جي جي 3 بي ولا شيء نجم تقول بي سبا عادي روح شكون بعث مسج احمد كتب بالكابس الو وي من شرف من شرف يا حبيبي شبيها هذه تو قحتينج با صبري شنو اقوى بالله برمشي زمر لسوئير مش خلك it's so hard to vlog in public ايون برنسيب سافا اي محليك يا تريكولوز ايوه تريكولوز واذوي وتريبيي وبيب وشبك محلول باب 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 جونا احلى جو صار ملا فرير ملا فرير عايش خويا استنى نحل الشات خير ما نمشي فيها بيه هاك موجود توا ترى استنى ملا انت جيب الكاميرا نتاعك شويه على يسارك حاسي تشوف في اللايف معناتها تفهم بيه استنى disconnected لابس بالروز غنوي مقوى صوتك برمشي زمر احكي اي هكا تسمع اي هكا سبا سبا شبيك بعدة انا انا النقص في الصوت هكا سبا تو نورمال مو الكاميرا تدي جوك باهي ولابس بالروز دونت وري سي ترو سكسي كيما قال سينوبس بي هابي مش تعمل انبوكسينج ايفون 7 كان واحد من صحابي خذي ايفون 7 علاش ليه ما ماهر يا فرير جي تي اكس 1080 100 دي اس 200 ايبوز بيان لا ما ايبوز مش يعني مرت وين هذا استنى نقرا ايبوز مش عليش يقصد حتى انا ما فهمتش نعرفش نعرف ايبوز هي كان نو مرا ايبوس ممكن نعرفش دوبل اس حاسيلو ايبوس ايبوس اورانج عبارة نبداو في النيوز نبداو في النيوز حق انت بعتلي ذي نتاع 1500
ليه هنا حليت بيه حالي. شبيها فما ال 150 تي اي فيرست بنش ماركس سبيسيفيكاسيون و ابعث ابعث اما بالتاليه نزه سنين تاليه عاد شوف استنى انجلي سبيكس اي فوالا سبيسيفيكيشنز اند برفورمانس ان ذا هاي ترى ناو جي نورمالمون توجهك بيه نراو فيك تشات شبيه ما تتراش اه ترى تشات ما تتراش خاطر لازم نحط الشات نتاعي انا اوكي اوكي ذيس وان ذيس وان اسمع غير اكتب لي نيودز شكون كتب لك النيودز عبدو كون قال اسمه اكو اخر احسن جيم كابتشر اون ا بادجت نتاع الجير بيست خايبه ما نعرفهاش تاع الجير بيست به هات نراو السبيكس واو ملا كواليتي وجه رفيف في 140 بي اللايف ستريم 1080 بي اذا كنت ترى في وجه 140 بي معناها المشكله من سكايب ولا من كونيكسيون تونس مش اللايف الكل 140 بي كان مقلقك وجهه خاطر تحب ترى احمد ان جود جود هكا وي وفازيت وكل باش نوريك شي باش نعم دقيقة باش تشوفوا توا انت احمد اون 4K ها اغز شمع لي عسلامة عسلامة ايم احمد تحب تشوفني 4K ايم هير واتس اب ولا اش عملت استنى عملت كارثة سافا حط مدبر فيها ايش تحبني نعمل له بالله والله يصح عليك ايش تحبني ايش تحبني نعمل له بالله تفرش شي يعمل يا معلم والله ساقط 180 بي 60 اف بي اس احسن جيم كابتشر اون ا بادجت عزيز ريقو شيح جاوبوا بالله شنو هي الجيم كابتشر اللي نجم يلقاها في تونس اون ا بادجت ما تلقاش في تونس من الاخر هاي فك على امي ما تلقاش بالليبر فديت كاميرا ما تمشيش استنى لحظة بالحق سيريو عندك الافر ميديا مش تعطيها له جيف اوي مش تهديها له لحظة مش نركح التليفون شتي نهديها له عليها بطاطا هي فاكس فاكس من المخاخ استنى ياسينا استنى استنى مريك شو اسمه شو اسمه اللي كتب مستر فيفا مستر فيفا تينا صعب ياك احقر واحقر اوكي ما قول اللي صعب تشات كل صفاقسية كل الدور عليا الولاد سيبوه 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 صاحبنا نعرفوه شام اوكي ياسين اسمه ياسين طارق قالوا فك امك ايش معناتنا هذوما بلي جي تي اكس 960 جي مريقلة مع بنتيوم جي 2030 اي دون نو جي جي اون برانس ما فماش بوتل نيك امريكا مش بوتل نيك اما بيرفورمانس كوميم انا حقا تعرف شنو باش نعمل انا يا احمد فيديو جي باش هابط باش ناخذ بي سي ريكاردو اللي قديم ونحط فيه جي تي اكس 760 ونعمل دي تيست بيفور اند افتر تو معناها تو ويست باش نحي هالميث هذايا ميث باستر باش نسميه ميث باستر نتاع حكيت اللي نحط كارت جرافيك قويه معناها البي سي باش يقوى نحب نحيها مخخ التوينس هذي باش ناخد بي سي ريكاردو القديم هاش بيش نحط فيه جي تي اكس 750 البود اليمونتاسيون تاعي وباش نوري اللي مش باش يجيدو الاف بي اس حكايه فارغه والله فاهم ريجل والله دلو الفيديو فكره مزيانه باش ريت البي سي تاعي مسكين عشو باش يخرج خاطر عامل كيبل مانجمنت دونك كل شيء باش نخرجو هكاي الزح مسكين دمتي هبطت anyway. حطينا بي سي تاعي باخر اني نقرب له خاطر عملوا لي كيبل مانجمنت مزيان برشا دي بي اس به اصبري برنا تعديو للنيوز اي يعني حال نيوز انا انت اللي ديجا مانيش لنا انا جمله به يا جي تي اكس 1050 تي اي performance specifications leaked ليكت 3 days ago قد... انا مازال جديد قد ايكو داكورز 768 استنى انا باش بك تجري يا باش بك تكتب كله بالشنو بس يا كودا كور 768 وقد ايه من قد ايه رام فيرا تيكي 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 4 4 جيجا 4 قالوا البرفورمانس نتاعها باش تكون راهي في الـ في الرينج نتاع جي تي اكس 960 درا معناها مش كل حاجه الواو انا ما عرفش شنو يزيد معناها عليه خرجوا كارته اخرى في النيفو نتاع anyway
اون برانسيب تنجم تفوت تقرب ل 970 هذه في البرفورمانس. أسومة معناها رخيص على الآخر، 150 دولار يو اس دولار. اذا هذه اي ام اس ار بي هذايا شو السوم نتاع انفيديا نورمالمون معناها سوم تلقاه في 190 180 هكاك. طيب شي يزيدوا 30 40 دولار حاسي. اي ديما This would هكاك. mean we are looking at استنى نطلع لفوق. The GTX 1050 Ti features 768 CUDA cores. This would mean that we are looking at 48 EMUs and 32 ROPs. For a clock speed, we are looking at 3080 MHz and 3018 و3080 MHz boost clock, which is قدام around تيرافلوبس. تيرافلوبس. استنى ROPs هما تيرافلوبس. لا تيرافلوب لا مش كيف. استنى فين بالتيرافلوبس؟ مش عم بتلو تعمل تي دي بي لا فينو اوت لا وات ذا فاك. استنى 2.1 تي وين ترا فيها في الوسط اف بي 32 اهو 2.1 تحت. تيرافلوبس والله مش خايبة. قد ايه عندها جي تي اكس 960؟ تيكس لحظة والله لا نعرف دقيقة برك. بالله ذي قلقني من قبيلة نحقرو فيه يا اخي. بالله برمشي زم باي. 2.3 960 960 اقوى معناها اون برانسيب. اي وات ذا فاك. اما ما نتصورش ما انت كنت تجي تشوف البنش ماركس نتصور هذه اقوى والله زم. اعلم. نستناو شوف برا معنا ما نشوفوا نعمل بنش ماركس نلقاو شي حكايه. ايه هي ديجا رومرز معناها ما هو مش باش يعمل لك شيء. فماش بنش ماركس ترى كان نلقاو فيك معناها خاطر في الستة لاني كاسي. مكتوب جي تي اكس 1500 تي اي لي 1050 تي اي فيرست بنش ماركس اند سبيسيفيكيشنز. كان فما بنش ماركس سبعة ترى. استنى خلينا نشوف حطيت حل. اوكي 3 دي مارك. استنى عملوا 3 دي مارك وشنو هذا؟ هي لحظة 3 دي مارك قداش جابت سكور؟ 3 دي مارك عملت 3867 والله مش خايبة. و جي تي اكس 960 عملت 3300. قلت لك ريال لايف بيرفورمانس باش تكون خير. اوكي به عزيز اللي قلنا له جو نمشي نقرا الشات شوي. في بنيت عبيد هاي بي عز محمد. اوكي بي برا تعدى الاخبار اللي بعثتهم لك الساعة. اوكي عنا متاع جيرز اوف وور تو برانسيب. اللي انا عندي تو متاع شنيا زي سكرتها زحتها جيرز اوف وور شبيني بيه. عندي نتاع لويز اتش دي ديز اون ذا روب سامسونج بريدكس اس اس دي برايس كوليجن از ان في ام اي تيكس حليت نتاع اوفر. الاس اس دي سي اي بي. اوكي بي هذه باش نفهمها لكم. قال لك سامسونج مش سامسونج اي سامسونج فوالا سامسونج تتوقع انه الاس اس ديز باش ياخذوا بلاصه الاتش دي ديز والاتش دي ديز باش يمشيو على بعضهم خاطر فما تكنولوجي جديده بخلاف الاتش دي ديز. فما الاس اس ديز وفما الام في ام اي. ام في ام اي هي حاجه جديده ركبوا بها معناها الهارد درايفز والسوليد ستيت درايفز اللي بي سي نتاعنا. هي عباره هكا في حجم نتاع نقولوا فلاش ديسك اما تركب في الكارت مير هكا على جنب. وريهم تصويره انت صبري اونتر تو نتاع حاجه نتاع ام في ام اي اس اس دي. السلوت نتاعها تتسمى ام دوت 2 والفيتاس نتاعها يوصلوا حتى 2 جيجا في الرايت و 1 جيجا في ال 2 جيجا في الريد و 1 جيجا في الرايت. به حاطط ال فاك سيك اي خليتها. اوكي يعني نكتب ام دوت 2 يخرج ام دوت 2.2 وات ذا فاك. يا
خرجتني كرهب. ايواش الحمد لله finally fuck sake yes we did it. قالت نشريها زعما كي تطلع ال 1050 تي اي ولا نشري ال 1060؟ كان عندك فلوس 1060 شري 1060. ايه ترى نقرا شوية انا الارتيكل. HDDs have a serious pricing problem for low capacity applications. The majority of notebook users don't need more than 1 TB. Servers needs much less, and the rise of the cloud continues to reduce the need for high capacity repositories. So you don't really have to beat HDDs on the price versus capacity front. They probably never will. Price just needs to be close enough to become a viable HDD alternative. كلامه مصيح. اي جي تي 1080 تي اي قالوا ابوبري في جانفي تخرج حكايه جديد. اي ان شاء الله توني نشريها انا. انا مش نشري ثلاثة. انت مش نعمل اربعة. كوات ان شاء الله بس. استني خينا كنت حاط الام دوت 2 مانيش نوري فيه في اللايف ما بهمنيش. فكي برش. ما عادش تقرا اون كلي بليز. لا تنقل شمتها فيك يا ياسين. دي جي اسيروفيتش واه اصيل عايش. ايوه شبيه التليفون استرو اي 50 اللي هو ب 300 يورو. ما عندنيش في تونس ام دي. خساره ولا خساره زه. شبيك ما تجاوبش في التليفون. سي حلبت فيه انت توا. ما يفوتش 200 دولار. ها قال 200 دولار. 200 دولار دولار بدي مثبت دولار. تنجم تشري اي 5. قال لك هيدسيت بكشي عنده اي 7 سي 1700 الراجل البي سي اللي تهجر فيه. صح المريول قديم هما يعيشوا. ذا بيست هيدسيت اك بروكس جيمنج. استنى شوف حكي. تعرف الماركة نعرف هي اش. اسمعني 200 دولار شنو نجم تاخذ باللي اي 5 3 جينيراسيون. دي بالله برا مشي زمر انت ولي 5 حب على كاسك الراجل. صار كاسك يحكي يا هلا شتي بخبير نقول لك كاسك شنو يفهم. استنى لحظة من سخانك تحكي على السي بي يو انت. يفك على امي النار الاحرف. هاي رقم نتفرج عليها. فما اوديو تكنيكا فما عرش. اوديو تكنيك فما حي 235. ياسين والله ياسين يا عم بوك الكلب انا ساقط. ذا ياسين تو تفهم امريكا 237 دورو. اوديو استنى صبري لحظه نطلع في الطياره كلمة اللي فاز. باش نطلع في الطياره. اي ام فيديو لاصحاب وفازيت وبطل الانستغرام. مريقة صبري تبيع غبرة في ايطاليا. مالا حسب راك انت كيف شريت السيت اب هذا الكل. انا ما كيف عايش تو هو والله ما نعرف. نحكي من السؤاليات ساعات كيف مش نورمال. امان الزح علاش الحقرة الزح. نشوف بليت بلي عندي بروبليم كي نحب الجي تي اي اونلاين تتسكر قلت لك جاوبت قبيلة ما عرفش والله لا نعرف. ميستر فيفا تين سي بون طلعت في الطياره اللي عاد يطلبك لا تحكي معاه. سي ما عادش تنجم تطلب تو. الكاميرا نتاعك بوغيت يا احمد مانيش نرفي شيء. بالله نرفي كوموند ولا شنو. وعلى امي كوموند وشطر صباع. تقراو شيخي دمان قراو صاحبي نقني نسيف ساعه باش نقلبو. خامس مرة عملت فورميتاج البي سي اشتر الكلافيي ما عادش تمشي زعما اشتر الكلافيي ما عادش تمشي. وات جربت كلافيي اخرى شنو شي يحكي. واحد قال خامس مرة عملت فورماتاج البي سي اشتر الكلافيي ما عادش يمشي. اشتر جملة وات ذا فاك. اول مرة نسمع فيها هذه اشتر. بس قريب يقول لي السوري الليفت باتن يمشي والاخر لا. ما بلاش زيد فهمني هذا كيف اشترك كلافي ما يمشيش. اي ليه وات ذا فاك. بين نكملوا في النيوز عدينا الاس اس دي. اي واش اي نيوز باهيه. اي في جي 1080 1070 جي تي اكس هايبريد كاردز ار كول.
استنى دقيقة نشوف. هايبريد هذا اللي بعت الكول. الاي في جي اي. هذا الكول. شكون شكون استنى يعني حليت وين. EVGA released its latest GTX 1080 and 1070 graphics cards featuring the company's hybrid cooling solution. These new water-cooled GPUs are both among the fastest clocked versions of the GTX 1080 and 1070 EVGA has to offer. لحظة لحظة specs specs. هاكم اللوتا فما 2560 كودا كورس ال 1080 و 1920 ل 1070. ما نجموش نحكموا عليهم الا ما واحد معلم شو اسمه معناه يعمل لهم ريفيو بنش ماركيو. اذا كان البوست كلوك نتاعهم معناه يوصل اوفر كلوكيه اكثر من 2100 ميجا هرتز معناه بالحق دلوله. 1800 ميجا هرتز بوست كلوك، بيس كلوك 1721. لحظة قداش سومها الساعة؟ والله مزيان سومها، 729. وي والله مزيان، اما لازم يكون مش عندك خايبة. بواتيي باهي اي فيها كبير ليديز ولا والله ما نعرف. الظهر لي كاين اي يعني كالاي في جي اي وهايبرد نورمالمون يشعلوا، ما اعرفش. خاطر كما يسألوش تولي مسافر. تحب انت انت تحب اللي يشعل معنا. اي نحب كل شيء يشعل مل اخي. شاري بي سي لين انا ما باش نتفرج عليه وفيش بيه. ليه باي ذا واي ليه ظهر لي بالرسمي يشعل؟ خاطر حتى الووتر بلوك في جي ليه ووتر بلوك في وسط الكارت جرافيك، ما انا حكيته فارغ اذا يشعل ولا ليه اموره يمشي نظام. ما ظهر لي يشعل، اما ممكن جست عاملين وايت ال اي دي هكاك باش يشعل كالجريلز وكال اي في جي لوجو اما تظهر مزيانة. 8 بين 6 بلس 2 و فوا 2 8 بين عاملين فيها 16 بين 215 اي فات دود وات ذا فاك. دس اي 215 اش معناها برشا. اوفر كلوك؟ وقت تشد الكارت جرافيك ولا البروسيسور نتاعك تزيد له في القوة نتاعو باش يزيد في الكلوك. دونك هكاك الكارت جرافيك هي فيها الكلوك سبيد كيما نقولوا في البروسيسور 2.2 3.5 و 4.0. مثلا البروسيسور نتاعي البيز كلوك نتاعو يعني كيما يجي من دار الانتل 3.5، انتل عامله فيه اوفر كلوك معناها وحده يصير كي يبدا يعمل روندو فيديو ولا يستحق البروسيسور انه يخدم بالقوي يولي 4.0 وحده وحده. وانا بويسكو عندي ووتر كولر وكل نجم نوصلو ل 4.5 و 4.6 وهكاك البروسيسور يولي يخدم رابيد ياسر، يعني روندو فيديو مثلا في عاد نعملو في 15 دقيقة نعملو في 13 ولا 11 دقيقة، معناها حكاية متاع رابيديتي وكل. أما الديفو متاعها أنها تنقص في العمر متاع البروسيسور متاعك، سيرتو كان الكولر متاعك تعب. إن شاء الله فهمتني به. RX 480 سمحة ولا اي سمحة؟ اما رتبالك سمحة تاريخ سمحة والاستاذ والهواء قبلي والبحر بحاري يا صبري اسس سمحة 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 سمحة. يتروى ما هوش طيارة، يتروى يكفي للجيمينج ما يعمل لك سبوتل نيك وجو واحدة جو. اما اذا كان تمشي رونديو وكل اموره تعب به. نتعديو الخبر اللي بعده صبري. تعديه صاحبي ريزر برشا ريزر هيت تو ريزر ذا وينو ثاندر مش اليت نادر. جيمنج ماوس ريزر ذا ثاندر ماوس لاين اب ازنت 10th year and its current model to the ثاندر كروما has been around 2 now the new ذا ثاندر اليت جيمنج ماوس joins the family. According to Razer عملوا بيه العار هذا ال 5G optical sensor قلقوني بيه كرهوني فيه فوالا. والله حتى انا قلقوني بيه والله. تقولش عندهم مش عادي والله يفدد. والاومرون سويتشز وهي اومرون شنو والله العظيم هرمون هرمون سويتشز هرمون سويتشز اومرون طلعوا لك الهيت والله
بالليل احنا بالليل استنى نحكيو سيريو خلنا شوية نقرا عليها. استنى خلنا نقرا السبيكس. سنسور حكي 5G اوبتيكال سنسور اب تو 10000 دي بي اي. لا مش 1600 ليه 10000؟ 10000 قد يزبو اي هنا بتاعي. مش 6000. استنى ليه 10000؟ اول ارتيكل حطوا 6000. شوف ايه عمال نمشي عمال نوخره معناها كي This sensor has a native tracking speed of 45 IPS and offers up to 16,000 DPI ليه DPI. مكتوبة 10000 في السبيكس؟ غريبة أقسم بالله. ريز تحب شنيت معناها ريز تتمنى ريز جاب ربي بس مش معنا 7 هايبر سبونس باتنز. زيدوا كل كلمة هايبر سبونس معناها مش يا شو راي حاجة محليها برشا. بعد يس كابل 2.1 متر بريدد فايبر يو اس بي كيبل معناها شبونس كيما الكل تعملهم هي 105 جرامات 105 جرامات صعيب شنو و وينه 70 دولار في مية سبيكس في وخمسة اليوم. هاي هاي ريت هي بصراحة تظهر مش خايبة أما السوم برشا برشا على الآخر على سبعين الاخر على يا الآخر ودي ياسر. اوفر برايس حسب رايي. هذه السومة ماكسيموم 50 ماكسيموم. مش نقصت ال 20 دولار بو انت تقول 20 دولار في الماركت باش تكون 80 صدقني صدقني ريزر تتكلف عليها ممكن 25 ولا 20 دولار 25 والله وزوز فلاحة جابونيين يخدموا عندها وكا ولا بالحق. هيك مثلا الايفون تلقى تيكي سومة 900 الايفون دولار وصرفوا عليه وتلقاه 150 150 تي ليه ريت قريتك الحكاية والله الشيء عقد اقسم بالله. ما احنا بهيم مو برا نشريو صح عليهم مو برا. انت عندك ايفون منيش بهيم من. ما عنديش ايفون اكاو منيش بهيم اما الاكثرية باش تشري ايفون بش تشريوش باش لا ولا باش تشري ايفون سانكيست الاكثرية او جيوي يكتب الكابس وما تفهم شيء من كتيبته القول حكيكة جي من الكل ويشلان طل هكيكة. هكاكا ومشي كل هكيكة عندي ياسر مركزت اسمعها نفسها حكاكا تحقك. عندنا ثاندر بولت في تونس رسمك بالروح صح عندكم باي بال في تونس؟ ما تفكرنيش لكن النيوز اللي بعد هذي لا النيوز اللي بعد هذي ان زي اكس تي انزيد اكس هاي استنى ال S340 هذه اللي حبيت عليها انا هذايا هاي بالوحدة نتاع بلاش قولي الهيدسيت من فوق يا اخي اشتر بلار ولا كيفيه تيمبرد جلاس. لا لا جيس باش يوريوك وبر جيش بوري الفم جلاس بلارة كاملة زايدين لها طرف شنو هيك الكابورة الكارو هذيك هيكي باش تحط فيها الفي ار هيدسيت. واذا كان حاب تحط فيها الكاس كانت تسالوني ايه يسالوك هما عملوها بالعاني للفي ار هيدسيت معناها كيس في ار هيدسيت في ار ريدي معناها معناها كيس في ار ريدي ايه والله يكرهوني فيه انا الفي ار متعودني بورتون جربته مرة برك في تليفون انا التليفون باش ليكرون نمشي تاعو 620 بي ماشي لباري سي لباري ماشي الميلان جيمز ويك الجمعة الجاية يظهر لي باش تجرب ال HTC. فمية شي حاجات نجربوها ما كنا معلم فلوجية صح تعرف سيد صح عليك ولا صح عليك معناها عزيز زيد استانس قال لي شبيك حجار مش حارق الايطالي باش تحجرنا صاحبي والله كي جيت حارق ذي مرة هيش what the fuck كارد ايدونتيتي انت ايان فازيل anyway به هذه زادوا عليها 30 دولار في الـ على الـ S340 الأصلية بالله يا معناها صبري كم على تمبرد جلاس والسيبور بتاع الـ VR headset زادوا 30 دولار بالله يا صبري بنتيوم جي 20 30 تركب على جي تي اكس 960 وتخدم ريجلا هاي ما نقولنا اي جاوبناك انت لسه تخدم ريجلا به ولا عنا باي بول مزيل not sure انا باش نحكي نتعدي بعثوا ونحكي بعثوا الليتر و
Ah oui, وانا le نستخدم 27 septembre 2016, la banque centrale tunisienne envoie une correspondance officielle à PayPal demandant l'ouverture d'un compte au profit de la Tunisie. La Oui, nouvelle là, a bien. été confirmée par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, Anouar Maarouf. Hatena Maarouf. حتى نحل الارتيكل. Notons que PayPal, un service de paiement en ligne qui permet de payer des achats, de recevoir des paiements ou d'envoyer et de recevoir de l'argent. Cette initiative pourrait créer des nouvelles opportunités, surtout pour les jeunes, et améliorer les commerces. تحسك انت كملت قريت الارتيكل ولا ما زلت نحل فيهم نلوش شنية رأيكم في حكاية البيبول؟ هذا اختصاص بسام الموضوع هذا اما انا حاسسها باش تخطف الاكثرية نتصورها باش تخطف هي ما تنجموش تشري من برا، حكايته فارغة صح. يا ودي ريت جوست تعاوننا احنا الاولاد خاطر برشا فيكم نعرف سبامرز وكل تنجم تحول من كونت لكونت وكل الحكايات وتنجم تجبد اي الفلوس ما من من بعد راكي اذا كان باش تدخل باي مزمر بال عليك تونس مزمر عليك اختاره. اون فوا دخلت الباي بال تونس راه عارف اللي سبامرز وفازت هذوك الكل كي باش شي تسباميو من تلاو بيكم كونت باش تسباميو من كونت وتبعث الكونت نتاعك راهي تقعد في الكرونولوجي كي البنك راهي الباي بال تلقى ما عرفش انا تو انفوايي بعد تلقى 1500 دينار تلقى عبد الحق بن خليفة صابر احمد الفهري بيان سور هذاك باش يبعث للباي بال يقول له شنو هي الحكايه وذي سو يو فازيت معناها تدخل في برش حاجات خايبة عادي اما تلقى باهي راه الاف بي اي في اليوتيوبرز دارك. وكل يب تقبلوا فلوسكم وتنجموا تشريوا من جي تو اي وكالحكايات وسيرتو كان يربطوها بالبنك معنا البنك متاعنا في تونس اذا كانت نجم مثلا نقول تصب فلوس وتونسا ويولي اورو ولا تنجم ما نتصورش هذه تصير حكاية الكونفيرتيسمون ما نتصورش تصير اما كومي اذا كان يوصلوا فلوس المهم تنجم تحل الكونت وتفيريفي بكارت بانكير تونسي هكاش لازم يصير برنامج اختصاص بسام ينشف الناموس. باي بال va quitter وسام la Tunisie à cause d'une simple lettre. وين هذه استنى مش هبعث لك اليان مش كم مش نبعث انا لك حليت انت تكمل من اللي وانا وانت تهرج انا بعث لك بعد يا حلو باش نقرا كي تدخل انت ولا اقراه انت يا مسيو اف اير مسيو افير احمد بوان اف اير بس احمد توت اوبسيون صاحبي نحكي كل شيء سي سيكورا دي بارلار توتو ايه يا معلم طويل هذا قديش انا نقرا انا ليه اقرا حاجة البليز ابيغتون به Le dossier PayPal semble toujours au point mort en Tunisie. Et pour cause, l'administration tunisienne, Rachine, a adressé une lettre officielle aux représentants de PayPal afin de débloquer la situation et faire en sorte que ce service de paiement en ligne, tant attendu par les Tunisiens, puisse enfin booster l'économie numérique, tout en faisant office d'accélérateur de création de richesses et d'emplois. Wino PayPal, une initiative revendiquée par des milliers de jeunes, rappelant que cette initiative avait été lancée depuis 2015 en Tunisie grâce à l'action Wino PayPal. À l'époque, des millions demandaient à la banque centrale de clarifier sa politique du système PayPal. Celle-ci faisait la sourde oreille quant aux réclamations des jeunes, notamment les développeurs et designers qui ont besoin de cet outil pour acheter ou vendre des services et solutions en ligne. هذا يا ريت المشاكل اللي قالوهم جماعة وين باي بال الكل يعاودوا فيها موبر وكاسك باي بال معناها حكاية كل تافهة تعديو النيوز أنا ما نوت حاسس 7 معناها هكا نتعداو النيوز نوت 7 او برانسيبا كانت باي بال نستناوها وبر ان شاء الله تسلك نرجعوا للنوت 7 يا معلم سان نحط الفيديو اللي موجود ولا وات ذا فاك في اوكي سان اكران 2 نورمالمون تكنيكمون اه تكنيكمون يس سي بون يس بي انا تشوفه عندي انا ايش بيزني بي ان ايش
ايه فيديو جالاكسي نوت فيديو 7 بوب هذاك هاي وانت تحل فيه راك يحكي توفير غير انا غير لي برمشي الزم به جالاكسي نوت 7 replacements are overheating and losing power quickly. هما اش عملونا وقت الفازة عملونا بلوكي والشارج نتاعها 60% تويك اللي رمب معناتها اللي بدلوهم نفس الحكاية بريسك شنو نفس الحكاية نفس البروبليما اي اي اوكي قال لك جالاكسي نوت 7 ريبليسمنتس ار اوفر هيتنج اند لوزينج باور كويكلي لول يا اخي ما نجموش يتستيو قبل ما يعطيو تليفون جديد ما يقعدوش نهارين تستيو يعطيو ال 50 من اللي يخدموا في سامسونج قول لهم بالله يشدوه الجمعه اذا كنت فلق تفلق اذا كان وشوف سامسونج ايش قالت قال لك سامسونج سيز اتس نوت ريليتد تو باتريز مالها شنيا لامك It's unclear how rampant these issues are, but according to a Samsung spokesperson, the problem is completely unrelated to batteries, saying that the incidents are isolated cases linked to mass production issues. They also pointed out that close examinations are ongoing. Yep, it's many quality. وقال لك Samsung بدلت 500,000 Note 7. يا حبين يا 500,000 نوت 7 لحظة بلا نحسب دقيقة شنو باش تحسب 500,000 قد ايه خسرت من دولار هو 800 بريسكا هكاك 400,000 400 مليون دولار 400 مليون دولار اي يا صحايبي يا معلم يا معلم يا حبين يا What the fuck شنو هي؟ The US warned Samsung washing machine owners after explosion report. حتى ال washing machine. حتى الماشين Moms! كل شيء be warned. كل شيء. Washing machine معناها could explode. تخيل تخيل معناها واحد يدس فاست لأمه يمشي يلمد فلوس وكله يشري لها ماشين لافي وبعد يقتلها. تحط الحاجات يتخسروا تخرج من التواليت الدنيا مفركعة. يا معلم اسمع ما تستحقش تنشره ما تبش معنا ديريكت تتنوض ويشيح وغادي فرش متصور نو واي يح يح A damaged Samsung washing machine is documented by a Texas woman who claims it exposed during use She's يا معلم ميجا ستار في تونس تصنع خير منهم نو واي يا شو دي فرقعت الحيط مفلوقة من دي ليه ليه ما تستحقش تنشر دبش ديريكت منا فيها مسكينة سامسونج برا والله اما جبت الروح انا شيخين عليها والله جتني فكرة تو عندك شي حاجة سامسونج في الدار تلفزة تابلت حط فيها كي حاجة فوشيكة حكاية تفرقع هكا وخليها تتفرج من بعد تكلم سامسونج تا يخلصوك فيها يقول دامج 1 مليون دولار خذ جرة في تونس راني يا صبري نسيت تلف زفرق تلف زفرقات ربي معك صاحبي قول لهم تلف زفرقات تمشي لدار سامسونج قول لهم تلف زفرقات وما كنتي فرقعتها ما اقدر اشنيا ما اقدر اشنيا ربي معك يقول لك اذا ما قالكش كلام اخر معنى حطيت شنو حس هذا فسيت انا فهم حاس فهم ساي انت في السيت نتاعي عندي في بيشتي هبلتني من برا مشي زم به عندك نيوز اخرين انت ولا لا انا كملت نيوز نورمال لازم نعطيو الابيك شو اسمها بيلت به هي دقيقه برك انا خاطر سكرت في ساعه فيرسس مازال الاولاد فيرسس مش فيرسس مازال به دقيقه برك نعطيكم الكونفيغ نتاعي اسمع حل ال تبع ثالث يا فرير من ست اس بي اس تو نبعث لك في الفيسبوك وحل هكا في شي وورد ولا حكايه ولا تو نبعث لك لليام تاع اس بي اس اوكي باه اوكي باه نبدأ اول حاجه كارت مير باه لحظه نبداو بالبيدجي اون برانسيب ما يفوتش مليون اون برانسيب لحظة تو نبدا نحسب انا اون ميم تون ابدا احسب لي انت حل كالكيلاتريس حل
اوكي استنى، كالكولاتريشة بر. كالكولاتريس. ايه نبدأ بالكارتمير. اوكي انا شبعت لك اليوم. عندك الكارتمير ام اس سي هاش 81 ام بي 33 اللي سومها قاعدة. لحظة قاعدة سومها استنى نحل شبيت بلوك نحل نوت يعني من قاعدة سومها يا رب. خليه كان قد يسومها بالله. 105,000. اوكي بس استنى، قلنا بيلد 1000 دينار. هاي اوكي كبروا شوية في الفورماك هيك. العبد قلت نجم ترى من اللايف ستريم، لايف ستريم قلت فوز لايف ستريم مش لايف مشكلة. سترين بل ب here you are. عندك الكارت مير بيسك على الاخر ما فيها حتى اوبسيون، جوست كيك بيسك. عندك ال هاش 81 ام بي 33 ام اي سي قد ايه 105,000. 105 بلس؟ جو هيد. ب عندك البوتي البي سي برو بوكس كده تقزز تجي كل شيء كان بوتي مش مشكل، 98,000. مهم تركب فيها حاجات. ميه 98,000 98. 98 تمام. ايام تاعك اقسم بالله 20,000 ما ندفعهمش فيها، نمشي الحديد نطلع حديد واحد. ب عندك الرام سيليكون باور 8 جيجا بايتس 100,000. سيليكون بالجريك ما هو اي لا ما سيليكون غير جريك، اس اي ال اي سي او ان سيليكون باور. باقي قداش ميجا هرتز؟ 1600 باز. اي 1600 100,000. 100,000 ستيك ولا دو؟ واحدة برك. اوكي و جي بي يو جي تي اكس 750 تي اي اهي فيرسيون 2 جيجا ام اي سي 329,000. 900 قطف 300 تمام. 900 صبري حل حل وضنيك عايش خويا. اهي 300 فيق فيق 329 29 اهي ب بروسيسور انتل بنتيوم جي 3258. معناها جي تي اكس 750 329 دينار. اي اوكي اوكي 100 يورو عندكم كيك. اما كي تجي تحسب راه تجي هكاك خاطر ما تنساش 2.5 يورو. باهي جو باه. انتل بنتيوم جي 3258 169,000. 3258 اللي هو انتل بنتيوم مش عارف ما تغلطش قد ايه. لحظة برك 169 169 لا 69 هكا تكتب. باه باه مازالوا قعدوا لك 200 يورو. 200 دينار. باه اليمونتاسيون عندك ال انرجون اي بي اس اها اي معناها او بي اس 550 وات 85,000. 85,000 ها و انترا ديسك دور سي جيت ها 119. اوكي سي بون 1005 دينار. 5000 تسلفوه من عند خالتكم. به ريكاب هاكا عملنا لكم بيلت نتاع 1000 دينار تنجموا تلعبوا بها حاجة تحطكش اللاست جين، معناها عم ناول حاجة كيكة في الميديوم. دونك ريكاب عندكم كارت مير ام اي سي هاش 81 ام بي 33 بواتي بي سي برو بوكس كلي قز كل بلاستيكا و رام ستيك واحدة نتاع 8 جيجا سيليكون باور 1600 ميجا هرتز. بعد عندكم جي تي اكس 750 تي اي 2 جيجا ام اي سي سي بي يو انتل بنتيوم جي 3258 وعندكم الاليمونتاسيون اللي هو انرجون اي بي اس 550 فات وانترا هاش دي دي سي جيت. ونترى نشوفوا البنش ماركس نتاع ال 750 تي اي. هذايا بروت تو يو من عند اس بي اس. Brought to you from SBS. Son, bro, كيف تكتب؟ Oh my god. Bro, oh fuck, okay. BROUGHT.
برايسز استنى باي اس بي اس فوق با ب دقيقة نشوف البنش ماركس تاع شنية بالله نتاع 750 تي اي وعلي ب عندك في ال very high في الالترا معناها في ال جيب لك 36 اف بي اس افريج استنى في ايش فانا جو جي تي اي 5 ب very high جي تي اي 5 1080 بي ريزولوشن بين حطوا بنش مارك فول اتش دي فيري هاي جي تي اي 5 قد ايه 36 افريج 36 بلايبل معناها وفي الهاي عندك 75 ديجا هذا فوق 60 اف بي اس هاي 75 هاي 75 بي اون برانسيب اكيك سافا نمشيو نرى نلقى شي باتل فيلد 1 بي اف 1 صعيب برشا باش تلقى لا لقيت في اليوتيوب مجرب في اليوتيوب هي بيدها اوكي بي قديه جابت يجيب في 30 اف بي اس افريج الترا سيتينجز باه عندك فيري هاي ولا هاي ولا شنو لا لا الترا الترا ماكس فيري هاي باه الترا عندنا جي تي اي 5 اف بي اف 1 قد ايه الافريج 30 فمش هاي ولا والله إيه؟ والله فريمون لا لا فما في 720 بي تجيب 56 قد تجيب امام 56 مش خايبة اي والله مش خايب خليكم على فريمون والله بالحق اذا كان مليون يوصلوا يعملوا لكم هكا ديجا تخدموا لي جو الكل بريسك يب واذا كان عندك ازيد فلوس نجم تقوي السي بي يو وتقوي المذر بورد وهكي اكل بيه في البي سي انا ريت حاجه خمم فيها ديما الاولاد تحطوها في مخاخكم كي تاخو بي سي الكارت مير راه ما تستغلهاش ميسالش اذا كان تاخو كارت مير غاليه اولا فيها ازيد اوبسيونات تنجم يكون فيها كارت سون انتجري كان لان جيجابيت وكالحكايات يعاونوا شويه في البينج وكل وثاني حاجة الابجريد مثلا صبري تويك خذا كارت مان نقولوا متوسطة يوحل في الابجريد وكل كنت انا عندي ال Z170 chipset معناها Z170A دونك اي سي بي يو اخر نرميه وموري 5 دونك خمو في حكاية الكارت مرة وما تستغلوهاش ديما اقرا وحسابك كل شيء في البي سي مش تقول انت بروسيسور بعد ناخذ كارت جرافيك نتاع 5 ملايين وبروسيسور نتاع 20000 كل شيء لازمك تعطيه حقه في البي سي بشوي بشوي وهيك البي سي معناها الكل مع بعضه معناها مش حاجة ابجل من حاجة دونك اوكا بعثت لاحمد الحكايه ذي على الفيسبوك تحط لكم في الديسكريبسيون هكاك تقعد عندكم كل لايف نعطيكم كونفيك به هيك نرجع نقرا الشات اي تلفني بشوي بريكوردينغ قد تولي اف بي اس اون برانسيبي تيح شويه كيف نعمل كابتور دو فنيتر في الاو بي اس تطلع كحله في اللايف ويندوز 10 بروبليم هذا والله انا ما نخدمش بالاو بي اس دونك سالو صبي استنى ادسنس تونسي كيف نعمل كابتور دو فنيتر في الاو بي اس تطلع كحله في اللايف كابتور فنيتر ان جيم ولا كيفيه كان ان جيم وطلع كحله خاطر لازم تحطها في بلان ايكرون كان حطيت كابتور في النيتر عاديه وانت حال جيم لازم تحط كابتور في النيتر انتر بارنتيز جيم
سينو حط كابتور ايكران ديريكتومون وكاو. اوكي باه. انا السيت ويب والله ما نعرفك هيك. احكي لنا على البيبر تو كي يجي بسام نهار من نهارات احكي معاه. لازمنا ويش ولا بس مش يحكي لكم على البيبر تو جيبوه المرة الجاية تو يحكيو. يا احمد ناروتو مازال فيه حلقة كهو يا اخي. اي مازالت حلقة برك نهار الخميس. انت اي كانت فاكين ويت. قداش باتمان أركام نايت اف بي اس في ال 750 تي اي ام اس اي؟ ولا دقيقة بركة تنشوفه باتمان تو نحط لكم انا بعد تو نعمل دورة ونحط لكم البيلد في الديسكريبسيون. اوكي باه. ايه سينوبس مخيبك الساعة شكتب ناروتو باش يموت. ما هوش باش يموت. ما مش باش يموت الزوز بلاي. احمد باش تعمل لايف ستريم انت اش تقصد معناه وحدي ولا كيف؟ كانكم على اللايف نتاع الجيف واي باش نجيب حظبة معناها معايا صبري وبسام وويش كلمة اللي فاتت. يا أحمد سي بي يو اي 5 عندك شي فكرة قداه يعمل؟ في بالي في دورة ما بين 300 و 600 انتي والجنراسيون بتاعه. كلافية باهية في الزون بتاع 40 دينار. والله ما نجم نعطيك شيء خاطر احنا في تونس دونك اش فما احنا ش عندنا. استنى شو كيف يخزر الحيطة مش عن احنا شو عن قاعد لا اسكت ولا ملاوي. شو سمك الماركة اللي عند ميجا بي سي كيب اوت كيب اوت؟ فوالا كيب اوت. شوف عندهم شي حاجة سينو زيد ما عندك ما تاخد شنو الكاميرا متاعك صبري؟ والله كي تحكي على شيا الكام هاش دي 3000، كي تحكي على شاومي. الفلوج كاميرا شاومي. الجمعة الجاية اعملو 1500 بيست بي سي بيلت. اوكي شنو نزيدو؟ طب تنكيت لي دخلتو ال 10000 معناها. اوه كان نبدا في 10000 دي معناها ايوه ما راك تبدا معناها تتخايل حاير في شنو لازم تحط في البي سي، شنحط الزه شنية تزيد نعمل كولر نعمل ووتر كولر نعمل كاستم لوب نجم تعمل اللي تحب. تدي كل شيء كل شيء. كان لازم نصنع كيفاش زو سبيسيات. والله تنجم فمك لي بواتي ترمي فيهم دو بي سي. اي على دو سايتس اي نقسم تو في سايتس اثنين حاسيه لو نجم نقولوا لي سي بون. كيفاش نشري من جير بيست؟ ما تنجمش تشري. نجمش تنجم يو انت ار ان اما تونيزيا مزمر عليك اما مزمر عليك بعد في الديوانة وكله ديجا الشيبينج في بالي 50 دولار حصيله غالي برش. كهو احمد اي نزيدو شوية كيو ان اي ونقصوه. دريج من زمان خاطر عندي اشارات من غادي فهمتك. اشارات اي الولاد يا اوبرا سي بيز نقولوا لكم باي باي وبرا ولا كيفاه؟ قولوا لنا انتم هكا صبري اليوم اليوم الجنرال على الله اليمين. اليوم الله غالب عنا صاروا شوية شو اسمهم technical difficulties. ولا الولاد عندكم شي فكرة على كلاش يو؟ انا ما عنديش فكرة على شنية؟ كلاش يو شنية عندك غنية تحطها في الاوترو؟ انت ما عندكش اوترو من نصله انت اي اما تونا باش نعمل عندك غنية هي نحطوها في الاوترو متاعك مدامنا في شانك. باهي. اوكي بعض وقل لي من انا دقيقة ديريكتومون استنى
باهي بصح ميم طون عندي جاوب غنية السؤال هذا. باهي في اللعبة باهي. اليوم كما ديت من اس بي اس كارت جرافيكا زوز جي 210 سايلت 1 جيجا ان 4 جيجا رام اي 3 سي بي يو 550 3.20 جيجا هرتز. شنيا هيك تخدم الجو شوية ماكش باش تخدم ذات ماتش. هاي هات الغنية يستنى لحظة نخمم ازاي تين تخم صار تخم تعرف ما عندكش غنية كيما عندي انا العبد لله. عندي برشا المشكلة. استناي عطي حاجة مش كوبي رايت ده هيك عليه هنا ايوه ريتك فهمت كيفاش حاجة اتعرفش يمشي يحط حاجة من عندك وبر حط اللي عملنا بيها الانترو ولا I don't know. ما عرفش نحطو انت نحط متاعي وكا هو مريك شنو خل نفركس برشا تو نحضر الجمعة الجاية غني جو هاي ثانك يو سو ماتش لولاد ان شاء الله عملتوا جو باللايف نتقابلوا نكست تايم في الشان نتاع صبري ممكن حق صبري نعملوا لهم ستريو بول قال لك يحبوا نهار السبت على شني على اللايف ممكن نخدم نهار السبت تعرفني البارح مروح نص ساعتين صار هيك عليها هاكا قدامكم الولاد خاطيني انا ما قلقنيش اما كان صبري نجم نولي ونقول لكم احنا نهار الجمعة وباش معنا نتقراو حسابكم اما هوني يوصل لايف للاند. ثانك يو سو ماتش الولاد ان شاء الله عجبكم اللايف كالعادة اعملوا سبسكرايب كل ومشيو لشان كي صبري يخلط حطوا العشرة سبسكرايب الاف فما الجيف اوي مش فما جيف اوي معناها هو فما الوينر نتاع الجيف اوي دونك تلقاو ليها من بعد الديسكريبسيون كابت فيديو هذايا بابليك للجيف اوي نتاعو هو something cool anyway Thank you so much. قلت في بلاستيك خاطر الشاطر كريجد والله راقد والله تعب والله اي سكر الميكرو تعرف علاش ديجا باهي اي ثانك يو سو ماتش اي الولاد ونراكم الرجاء تشاو 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 الوليد تشاو خفاك غلط Ha ha ha.